التوترات مثل الحاصلة في شرق أوروبا تسببت في آثار كارثية على العالم كله. انظري إلى أسعار السلع التي وصلت إلى عنان السماء. دولة مثل باكستان بالكاد بوسعها استيراد وشراء الزيت والسماد والقمح التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير. ما حدث يفوق الخيال. وانظري إلى كل الأموال التي تنفق على الذخيرة. العالم كله يعاني بشكل كارثي. بلا شك نواجه تحديات اقتصادية صعبة، ولكن التاريخ المعاصر مليء بمثل هذه الأمثلة. فالأمم تواجه التحديات والصعوبات، ولكنها التزمت بتقبل التحديات ووقفت في وجهها وعملت جاهدة ومن دون كلل، وقدمت التضحيات وتجاوزت كل تلك المشكلات. عندما أبيدت ألمانيا بالكامل واليابان بعد هزيمتها الكاملة، ما الذي حدث؟ بعد 75 عاماً عادتا إلى الأفق لتصبحا من أسرع الاقتصادات العالمية نمواً. هذا هو المثال الذي نضعه أمامنا. لدينا تحديات ومصاعب، وإخواننا هنا في الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى شقيقة يقدمون لنا المساعدة، وإن شاء الله سنتجاوز هذه الصعوبات.